دابا كون كانت ماماك الله يرحمها كون كانت معاك دابا شنو تقدر تقول لها؟ شنو الكلمه اللي تقدر تقول لها؟ ويلي نقول لها والده ديالي نطق العمر ديالي باش ما تضيعش مني. كانت امنيتي نموت مره واحده باش ما نموت مرتين، يعني نموت قبل من الام ديالي باش ما نموت جوج مرات، ولكن بغاها الله اداها الله. وشنو نقول لها؟ نقول لها الام ديالي سمحي ليا اسمع، كنت عارف قيمتك مني كنتي، وما كنتش عارف بزاف ديال الحوايج عليك مني كنتي معايا. تمشيتي عاد عرفت قيمتك، عاد عرفت القيمة ديال الام، عاد عرفت شنو هي الام. اما مني كانت معايا ويلي ما كنتش عارف، ما كنتش كنقول لها شكرا في اي حاجه. ما خطر كنا كنشدو من عندها الفلوس، هذيك الساعه كنقول لها شكرا، كنفرحوا هذيك الفرحه ديال الفلوس. اما لك كدير لك شي حاجه زوينه في حياتك ما كتقولش لها شكرا. انا دابا كون كانت باقا عندي حدايا الام ديالي نزها فوق راسي، نديرها في عيني، شي حوايج اللي ندير معاها حتى واحد ما دار مع الام ديالي، نخدم ديمين دي ندير بزاف ديال الحوايج باش تلقى حدايا، باش تلقى نشوف فيها، تلقى محطوطه حدايا نشوف فيها، ما نخليهاش قاعد تحرك، تلقى حدايا كنشوف فيها، كنشوف والديك الروح ديالك كيمشي. علاش الام ذكرها في كتاب ثلاث مرات؟ قال امي توما امي توما الام هي النور ديال الواحد. كنشوف واحد غادي شات مو كيقول لها ماما استوى ما كيسلك اخوان ما يتاخر استوى، كيشوفو هذاك كيضحكو. بغيت تعرف وليتي شنو كيجرى فيه خاصكم تمشيو تشوفو في عينيه، ما غتشوفوش ليتي ما بهدرتو، شوفو عينيه شنو كيوقع ليه، غتشوفو قلبو استا واحد ما كيحسب ليتي مسر الخيريه وشوف شنو كيوقع تما في الخيريه. كتلقى اكثر من مليوحين تما اسمع عندهم شو والديهم، اكثر من مليوحين تما اش كيبغيو والديهم. ما نبغيش تعطفوا عليا الناس اسكن باب الزنقه، نبقى في الزنقه انا نعيش في الزنقه حتى نموت في الزنقه. بغيت من الحاجه واحده ما يتعاطفوش معايا، انا يتعاطفوا مع والديهم. انا كنت كنقول هاد الهضره باش يوصلوني الفلوس، الله ينعلبوهم الفلوس. انا كنقول هاد الهضره باش الناس يصلاو في والديهم يشوفوني انا مع الشبله والدي يخرج الزنقه. انا مابقاش باغي حتى حاجه انا في الدنيا، مابقاش باغي حتى حاجه، مابقاش باغي والدي يرجعوا لي، ما بغيتش دابا لا فلوس لا دير ولا حتى حاجه، بغيت حتى والدي. باش نقول لك انا تجي عندي تصحافي ولي جي عندي داك صحافي، واخا ما عرفتش شكون يجي عندي، ما عرفتش شكون يجي عندي وزير، ما غيرجعش لي الام ديالي اللي مشات لي وانا صغير. اللي عندي 15 عام والام ديالي مشات، غتجي عندي تصحافي غدو معايا غدير لي فيديو حتى ناوي على حاجه، ناوي دير معايا خير ناويني. غتجي عندي صحافي اخر ناوي برو تي في فيه، ناوي يربح مورا ظهري فلوس، يدير لي فيديو يلوحو باش هو يربح فلوس، يقول لك اه حقا انا حاسبك انا هادي. هو راه ما حاسبي على ساعة عنده مو في الظهر وكيعذبها، كتلقاه النهار كامل وكيفتخ جوانات وكيمشي كيبدا يلوح على مو معنو. تقول لك كانت عنده مو هذيك الساعة غيحس بيا انا، ملي غتمشي عنده مو غيحس بيا. شوف محسن، حنا مغاربة الحمد لله شعب اللي فغامو كيحس بعضياته ياك. انا هضره هذيك يقول لك الشعب كيحس بعضياته وما كيحسش بعضياته. لا لا شوف لا 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 سنة انا جربت لسه ما جربتيش بحالي باش تقول الشعب كيحس بعضياته. الشعب كيحس بعضياته قبل الفلوس، قال لك الفلوس كيديروا في البحر الطريق والعدو كيردوا صديق. يعني الا كان عندك حتى فلوس اي واحد غيجي غيتلاح عندك، شي نهار خرج معك صحابك شري ليهم تهلا فيهم، ونهار اخر خرجوا معاك قول لهم ما عنديش فلوس شنو غيديروا لك. النهار اللي كان عندك فلوس كيفاش، والنهار اللي كان عندك فلوس كيفاش. هسه انا كنت حاسب هذاك الشيء، النهار اللي يكون عندي الفلوس كي ما عرفتش واش كيديروا لك. النهار اللي يكونش عندك فلوس سير تم تشري تو الزنقات تم وكنطلع بها تاعي، ما كيحسوش بك من النهار اللي كانت عندك فلوس.